بعض التقارير قالت ان السولية لعب ماتش السنغال وعنده كورونا عشان كده تأثر مستواه. جهاز الطب المنتخب مصر نفى تماما تماما. طبعا بالتقارير اللي قالت كده هي متعودة السولية بقى جامد جدا في الملعب. السولية ما كانش هو السولية في ماتش الفاينل، لكن ده الإجهاد وهو راجع من إصابة. الناس بس مش ربط السولية اللي هو جاي من إصابة طويلة على ماتش كوت ديفوار ولا على آخر ماتش في المجموعة كان غينيا بان ولا إيه. فانت بتتكلم انه هو جاي من بعيد جدا وبدون اي حاجه، لا لعب ماتشات ولا لعب اي حاجه وتحمل المسؤوليه فتعب طبعا اجهد اكيد يعني. لكن الجهاز الطبي المنتخب مصر قدم كل التقارير اللي اتعملت والمساحات اللي اتعملت في الكاميرون وان هو لعب المباراه وما عندوش مشكله والحمد لله السولية ما عندوش كورونا ولا عنده كل الكلام ده. محمد عبد المنعم نجم خط دفاع منتخب مصر، نجم وانا قصد الكلمه لانه بعض دايما كنا بنقول احنا في مجتمعنا الاعلامي ما تنجمش قوي اللعيب الصاعد يعني ما تعودوش ان يبقى نجم وتديله كلام كبير فيهتز، لكن هو ممكن يجبرك انك تعمل كده حتى لو دي مش مدرستك. يعني انت بتقول ايه عشان تبقى نجم لازم انا اقعد اتابعك مره واثنين وثلاثه وسنه واثنين وثلاثه ولازم مستواك يبقى ثابت ولازم، لكن في لعيب بيبهرك. محمد عبد المنعم ابهرنا بمهارته، أبهرنا بكفاءته، أبهرنا بقوته وبرجولته، أبهرنا بلعبه، أبهرنا بثقته في نفسه، أبهرنا بمجهوده، أبهرنا بالرقابة اللي عاملها على نجوم العالم اللي موجودين في المنتخبات الإفريقية. جاله كوليبالي اللي هو نجم منتخب السنغال والمدافع الصلد المعروف على مستوى العالم مدافع نادي نابولي، وراح له وعندنا لقطات ليه وهو معاه وبيتكلم معاه فيديو، هو بيتكلم معاه وبيحضنه. كوليبالي قال له نصا كده، قال له انت لعيب غير عادي، انت لعيب ابهرتنا كلنا كنا متابعينك، ما بتخافش من حد رغم ان انت صغير في السن، ما بخفتش من حد، انت بتقابل اقوى منتخبات في البطوله القاريه الاهم، انت راجل ظهرت بمستوى مشرف، حط في حسابك باستمرار ان البنالتي اللي ضاع ده بيحصل في الكوره، اوعى تحزن. وقال له ان يبقى ليك ان هو بيوعده، كوليبالي بيوعده ان هتكون فرصته كبيره كمحمد عبد المنعم في الاحتراف في اوروبا، لكن المهم انك تنسى موضوع البينالتي ما ياثرش عليك ابدا وتفضل ثقتك في نفسك كبيره وتحافظ على مستواك الفني ومستواك البدني. والكلام ده لما يجي من لاعب بحجم كوليبالي وبحجم مدافع بهذه القيمه تعرف على طول ان محمد عبد المنعم مبهر مبهر، لانه في الاخر اكتر حد هيفهم تحركات عبد المنعم وادائه وشغله مدافع زيه. يعني بعد شويه عندي هشام يكن، لما اقول له حلل لي عبد المنعم هيفهم اكتر من اي حد لانه كان بيلعب في المكان ده، فعارف كويس قوي الاداء اللي ظهر بيه محمد عبد المنعم. هو الحقيقه من اللعيبه الرجاله واللي هيكون له مستقبل كبير، ونتمنى ان اللعيبه دي تحترف. يعني اتمنى ان عبد المنعم وفتوح والامام عاشور والونش ومهند والناس دي تحترف، حمدي فتحي والناس دي كلها لازم تحترف، ابو جبل الناس دي لازم تحترف، يبقى منتخب مصر، لان منتخب مصر اللعيبه لها قيمه كبيره جدا، وانديه اوروبا كبيره فيها لعيبه اقل من عندنا بجد يعني.